مساء الخير يا شباب، الله يعطيكم العافية. صوتي واضح عند الكل؟ واضح دكتور. واضح دكتور. انتوا عندكم محاضرة على الوحدة؟ انا تمام. تمام، إذا خلينا نبلش. في أي سؤال على المحاضرة الماضية قبل ما نبلش محاضرة اليوم؟ Any question يا جماعة؟ تمام. التوبيك توداي از ذا سبورتيف تريتمنت اوف كانسر بيشنت. هلا بيهمني تعرف شو هي الموديلتيز للتريتمنت اوف كانسر بيشنت، راح نحكي عنها ان شاء الله اليوم، لي ايذر سيرجيكال تريتمنت او راديشنز او كيموثيرابي او حتى النيو تكنيكس اللي هي صارت البيولوجيكال ايجنت، يعني نيو موديلتيز فور ذا كانسر تريتمنت. وبعد هيك راح نحكي شوي شوي عن الادفانسز ان ذيس او ان ون اوف ذيس تكنيكس، يعني مثلا شو تتحسن عندي بالراديو ثيرابي، صار عندي سمثينج وي كول بريكو ثيرابي فور اكزامبل، هلا شو الموديلتيز اللي تحسنت بالكيمو ثيرابي. هلا حاليا انتم طلاب سنه ثانيه، اتوقع من هون تتخرجوا التوبيك هذا اتوقع راح يتغير، لانه صار في نيو موديلتيز ان ذا كانسر تريتمنت، بطلنا نعتمد على الكيموثيرابي as the main stay treatment، صرنا نعتمد mainly على biological agent، على immunotherapy. ممكن من هون تتخرج وصير النانو تكنولوجي more advanced and it is using in the cancer treatment بصير more broad. فهي المحاضرة وحتى يعني in general the cancer sciences حاليا in general is rapidly developing science، راح يتغير for sure من هون تتخرج. فبيهمني هلا اعطيك انا شو عم بتحسن قاعد حاليا او what is the advances in this point الى يومنا هذا، وبعد هيك if you are interested you can يعني follow it by your own. هلا قبل ما نبلش من المحاضره، بتعرف من هذا العالم اللي هون؟ بول ايرليك دكتور. بالضبط، هو بول ايرليك. بتعرف مين بول ايرليك؟ هو الجاد فادر للكيموثيرابي، هو اول واحد كان عنده notices على certain materials، والماتيريال اللي لاحظها هي certain dyes it's or the reaction of the cells to special dyes كان مختلف من cells to cells. هلا do you know what do I mean by the cancer cells؟ شو الفرق بين cancer cells والnormal cell؟ حدا بيعرف هاي المعلومة؟ regulation تبعية ال cell cycle. هلا the cancer cells it is rapidly growing and regenerating cells in comparison مع normal cell. لما احكي لك rapidly معناها is uncontrolled growing cells. هلا النورمال سيل it has a mechanism for repair mainly it's a DNA repairing mechanism. الكانسر سيل doesn't have this mechanism. حتى تصير الخليه is rapidly growing cells and rapidly regenerating and generating daughter cells بطريقه هاي، لازم يصير فيها usually a chemical problems او genetic problem. This genetic problems اللي بصير بالسيلز بنسميها oncogenic problem. هلا كل خلايانا فيها اونكوجينيك جينز، لكن يور اميون سيستم اول شيء بمنع ذيس ابنورمال سيلز تو جرو باي ديستروينج ات، بلس اذا دي ان اي ريبيرنج سيستم موجود ان اور سيلز بمنع ذيس اونكوجينيك جين تو تيك كنترول اوفر ذا سيلز. هلا وانس يو لوز ذيس كنترول راح يصير في عندنا كانسر. هلا متى بخسر عن الكنترول هذا؟ هون في هايبوثيسز كثير على الكوزز للكانسرز، منها فور اكزامبل سكندري لانفيرومنتال فاكتورز، سكندري لايموشنال فاكتورز فور اكزامبل، سكندري لهازارديس ماتيريالز، سكندري لانفكشنز such as viral infections. وحاليا صرنا نربط كثير ما بين ابيشتن بار فيروس وسيرتن فورم اوف كات اوف كانسرز، ابيشتن بار فيروس اند سيرتن فورم اوف ليمفوما سيرفايكال كانسرز sometimes the gastric cancer something like this. هلا in general the treatment for any disease بنتبع فيه a protocol. This is a protocol نسميه do no harm. أنا بدي أعالج مريض for ischemic heart disease I have to give him the most beneficial treatment way plus the least harmful way. هاي اللي احنا بنعملها لأي مريض is to do no harm. بدي أعطيه أنا antibiotic، المفروض الانتبيوتيك يفيد المريض and not causing any harm for the patient. الكانسر treatment موضوع مختلف شوي. الكانسر treatment no I'm do harming the patient or I do harm my patient in order to cure him or in order to make some benefit for the patient. فالهارم اللي أنا بقدمه للمريض بالcancer treatment a little bit أكبر من the benefit of my treatments. ما في أي cancer treatment modality is not harmful. حتى surgery yes it's harmful. لما أنا أعمل for example
mastectomy للفيميل في عند الكانسر في عند البريست كانسر I do something very harmful for the patient. لما أعمل for example resections للكولون لبارت of the colon colectomy for example سواء كانت right hemicolectomy left hemicolectomy anything لما بشيل أنا part من الكولون I do harm للمريض. المريض بعد الكولكتومي ممكن صار عنده diarrhea forever for example أو I maybe I start or I forced to open a stoma للمريض. شو يعني stoma؟ stoma أنا بخلي للبول opening over the أو على the anterior surface of the patient abdominal wall. هاي مسميها stoma for example. وبالتالي أي شيء أنا بعمله in my management of the cancer it is a harmful for my patient. لكن الهدف منها is to help the patient. على عكس النورمال او النورم اوف ماي تريتمنت ابروتش لاي ديزيز اخر بلس هلا ان جنرال الكانسر تريتمنت انا بعتمده فور تو ريزن اما تو كيور ذا بيشنت فروم ذا كانسر بنسميها ايراديكيشن تريتمنت والسكند تايب لي از ابليشن تريتمنت شو مقصود بكلمه بارياتيف تريتمنت بارياتيف تريتمنت جاست تو مينيمايز ذا سيمبتومز ويتش هاز هابند فروم ذا كانسر يعني انا ما بقدر اعالج الكانسر ان ذس كايند اوف بيشنت بس بقلل أعراض الكانسر over my patient health. هلا الكانسر treatment modalities هي four different categories. أول واحد هي surgery. والسيرجري we use it. If I use it with early stages cancers, it's curative in up to 40% of the cases. لكن مشكلتنا هون, what is happening in these days, إنه مريض الكانسرز ما بيجيني بالearly stages. It is very rarely to be presented to us in the early stage. Usually he presents باللات ستيج او بالمودريت ستيج بمعنى اخر بكون في عنده ادفانسد لوكال كانسر او ميتاستاتيك كانسر يعني وصل لاذر اورجانز ان ذيس كونديشن ذا سيرجري انف اتس نوت انف تو كيور ذا بيشنت اند اي هاف تو جيف ذا بيشنت اذر مودريتيف تريتمنت ممكن حتى السيرجري تبطل ابروتش او تبطل وان اوف ذا تريتمنت ابروتش فاي هاف تو جيف ذا بيشنت اذر مودريتيف تريتمنت المين ستي اوف تريتمنت ان ذيس دايز هي الكيموثيرابي مثل ما حكيت لك انه انت تخرج فور شور رح تتغير هاي الكيموثيرابي راح تبطل الـ mainstay of the treatment. حالياً recently اكتشفنا inside the chemotherapy في عندي other agents which is also included in the chemotherapy category هي الهرمونال ثيرابي which is used in these days for the ovarian cancers, for the prostate cancer, for the breast cancer and others as well as فيش مسميه molecularly targeted therapy. مش غلط تروح تقرأوا عنها if you are interested in this kind of topic. هلأ as well as the third modality of the cancer treatment here radiation therapy. Radiation therapy, it is by giving the patient a radiation beam. Radiation beam has the ability to destroy all of the tissue which is penetrated by this radiation beam. الهدف من radiation therapy is to make an error in the cancer cells. الفرق ما بين cancer cells مثل ما حكيت لك بداية المحاضرة والnormal cells إنه normal cells can fix the error أما cancer cells cannot fix the error. وبالتالي it will be destroyed by the radiation therapy. لكن هذا لا يعني إنه radiation therapy doesn't affect the normal cells. It does affect the normal cells. ومشكلة radiation therapy it is a teratogenic as well as it might be a mutagenic. مثل ما حكيت لك إنه كل خلايانا فيها oncogenic genes. فيها genes مسؤول إنه حول هاي الخلية إلى cancer cells. لكن usually this oncogenic gene is under our control or it's suppressed. ممكن مع radiation أنا بعطيه للمريض to treat for example a neck or thyroid cancer. أنا بعطيه for example neck radiation ممكن احول البيشنت هذا من after I cure him from the thyroid cancer after 2 or 3 or maybe after 7 or 9 years ممكن اصير عندي neck lymphoma secondary للبريفيوس radiation اللي صار في radiation therapy is something مثل ما حكيت لك صحيح انه helpful للمريض انا عم بقضي قاعد على cancer by this mood لكن it's also harmful to my patient هلا في another modality من radiation therapy صارت a photodynamic therapy رح نحكي عنها إن شاء الله هيك roughly during our slides. Last modality هي biological treatment وهي new approach حاليا. Biological treatment إما أنا بستخدم antibodies directed against the cancer cells which we call it immunotherapy أو بستخدم materials directed against a gene inside the cells which is in these days used for example with treatment a special form of leukemia. اللي مسميه كرونيك مايلوسيتيك لوكيميا اذا مستخدم ميديكيشن اسمه ايماتينب فور اكزامبل هي جليفيك ميديكيشن هذا الميديكيشن بيشتغل على البروتينز اللي الاكتيفيتي تبعته غلط ان ذا كانسر سيلز فبيعمل له انهيبيشن وتايروسين كايناز انهيبيتور
medication, something like this. انا بدي اياك تعرفوا اذا ان في عندنا فور موداليتي حاليا للتريتمنت اوف كانسر بيشنت، اما بنستخدم السيرجرز او راديو ثيرابي او كيموثيرابيوتيك ايجنت از ويل از اخر واحد البيولوجيكال ايجنت. Most of the patients with cancers, we use a combination between these modalities. مثل ما حكينا, if the patient presents in its early stage, بكون surgery لحاله enough. هلا شو أهمية surgery بالcancer treatment? إذا كان بالearly stage, it is enough. خلاص, I cure the patient. ممكن أستخدم surgery just to reach the diagnosis. For example, if I have mass, I have to take a biopsy from this mass. فمستخدم surgery to take a biopsy. أو ممكن أستخدم surgery just to make staging lung cancer. هلا أي مريض عنده cancer, the first step, I have to stage the cancer. شو يعني stage؟ مشان أعرف هل هو stage 1 أو stage 4. Stage 1 معناه is the well localized cancer. Stage 4 معناه صار well advanced cancer أو metastatic cancer. وin between في عندي multiple stages نفس الشيء. بين stage 1 و stage 4. For example, I have to do a surgery, which is sometimes بنسميها diagnostic laparoscopic surgery, in order to know what is the stage of ovarian cancer الموجود in this female. باللابروسكوبيك diagnostic surgery بشوف هل في ميتس على الأورجان inside the abdomen, هل في ميتس على الأومنتال كافيتيز, هل في ميتس على البريتونيال, something like this. راح تحكي لي طب دكتور أنا بقدر أعمل staging through radiological test. ممكن أنا أعمل CT neck chest abdomen بلفز المريض. CT هي الصورة المقطعية, يعني أنا بصور المريض من فوق لتحت بشوف هل في عندي abnormal tissues anywhere other than the site of the cancer. بقول لك you are right, like sometimes I need to do a surgery which is more accurate in certain situations. ما راح ندخل deep in this approach. As well as ممكن أستخدم surgery as a preventive procedure from the cancers. وهي فور اكزامبل بنعملها للمرضى اللي بيكون عندهم very susceptibility او highly susceptible to have a cancer in his year او in his next years of life. For example, الناس اللي في عندهم something we call it FAB. FAB problem in his colon. FAB هي familial adenomatous polyposis disorder of the colon. بيكون عنده multiple polyps in his colon. Usually the number of the polyps more than 100 polyp. مع positive family history of colon cancer. هذا المريض مشان أحمين يصير عنده colon cancer, بروح نعمل له total colectomy, بشيل له كل الكولون. It is a cancer preventive surgery. As well as the females اللي بيكون في عندهم for example PRCA1 positive gene for breast cancer. And there is a relationship between it and the ovarian activity. ليك ممكن نعمل patient bilateral oophorectomy, بشيل لها مثلا الأوفرز in order to prevent the development of breast cancer for example. As well as مثلا المريضة تعمل hysterectomy, نشيل الرحم للمريضة for any reason. I have to remove the ovaries with the uterus لهاي الفيميل, لأنه إذا ظلوا اليوترس الأوفرز حالهم inside her pelvis ممكن يتحولوا إلى cancer later on in her lives. هاي مسميها إذن cancer preventive surgery. أو ممكن نستخدم السيرجري as a palliative procedures, خاصة إذا كان الكانسر mass is a very big mass وعملي conversions على adjacent structures, بشيل الماس هاي in order just to improve the patient symptoms, something like this. Radiation therapy مثل ما حكينا هو عبارة عن physical beam damages all of the tissues which is penetrated by this beam. هلا الميكانيزم of the radiation شوي something complicated, لكن يعني as simple as أنه بيعمل error in the cancer cells, plus it produces a free radicals. Free radicals معناها it's an oxidative material inside the cancer cells. هاي اللي free radicals بتدمر الجينوم of the cancer cells, ولأنه the cancer cells cannot repair its genome, it will be die. Or it will die. لكن as well as these free radicals will occur in the normal cells, the adjacent cancer cells. لكن لأنه normal cells has its own mechanisms to protect themselves and to repair the errors, ليك ما بتموت. لكن keep it in your mind إن radiation therapy it is a مثل ما حكيناكم قبل شوي is an oncogenic procedures and a mutagenic procedures, ممكن يعرض المريض the risk of cancer later on in his life. في new modality of the cancer, and for example this is the radiotherapy اللي مستخدمها for the breast cancer. هنا مبين معكم هنا بالbreast tissue there is a spike like tissue abnormal mass, it is a cancerous mass. هون عم نعرضها الى radiotherapy for the breast lesion in order مثلا to cure this area. احنا ما بنستخدم radiotherapy for the breast cancers as treatment or as the alone treatment, لكن ممكن نستخدمها after for example mastectomy وكان في عندي مثلا advanced metastasis على الأكسلري area مثلا, فبنعمل radiations على الأكسلري area in order to be sure that انه كل الكانسرس cells in this area is destroyed or are destroyed. هلا في special form of the radiotherapy again
This special form is called brachytherapy. Brachytherapy in which we use this radiation emitting capsules. هاي الكبسولز بنزرعها in the organ that contains the cancerous tissue. يعني for example in the prostate of the patient اللي عنده مثلا prostate cancer. فبنزرع هاي الكبسولز inside the prostate by surgical procedure معينة. بطريقة معينة invasive procedure معينة. And these capsules have the ability to emit radiation. With this radiation will kill the cancerous cells. As well as this kind of treatment ممكن استخدمها مثلا للcervical cancers in a female هو سرطان عنق رحم بالfemales for example. الcomplication للراديوثيرابي الراديوثيرابي it is not something مثل ما حكينا لكم something peacefully done to the patient. It has a complications. من الcomplication ممكن يكون على site of the radiation there is a complication ممكن يعمل burning للskin changes in the skin, discoloration of the skin, as well as ممكن يعمل GI toxicity. إذا كنا مثلا نعمل radiotherapy للأبدومن راح يصير عندي mucositis, diarrhea, abdominal pain in the patient. إذا كنا for example نعمل radiation للنك ممكن يصير عندي oropharyngeal mucositis, ممكن يصير عندي dry mouth in the patient بسميها xerostomia. As well as ممكن الراديوثيرابي إذا كنا عم نعملها مثلا للسباين of the patient راح تعمل عندي myelosuppressions. Myelosuppressions يعني suppressions of the bone marrow activity. لذلك ممكن البيشنت يدخل بانسيتوبينيا يعني بقل عنده الهيموجلوبين والوايت سيل كاونت as well as his platelet counts. And don't forget that in radiotherapy is a mutagenic disorders. Now one of the radiation technique اللي might be used خاصة للسكين كانسرز شيء مسميه الفوتوديناميك ثيرابي. الفوتوديناميك ثيرابي this modality أنا بحقن فيها البيشنت بعطي المريضي material like for example البورفورين material أو الفوتوبورفورين materials. هلا these material will be taken by the cancerous cells in high amounts. وهي المتي بعد ما يصير تجمع inside the cancerous cells أنا بعرض الأريا اللي فيها الكانسر ل ultraviolet lights. الماتيريال هاي اللي صارت داخل الخلايا will absorb the ultraviolet light in high amounts and it will produce a free radicals inside أو convert these cells أو will be converted into a free radical inside the cancerous cells. The free radicals will destroy the cancerous cells. هاي واحدة من the modes of the treatment اللي these days we use it mainly for the skin cancers and other modality or other cancers or other tissue cancers as well as. هلا الكيموثيرابي ال principles الكيموثيرابي was first of all observed by a scientist called Paul Ehrlich scientist. هو أول عالم لاحظ إنه there is special stains reactions by normal cells. But then after that, they noticed that, خاصة بالحرب العالمية الأولى, another scientist, they noticed that, إنه كانوا يستخدموا بالحرب العالمية الأولى غاز الخل. فلاحظوا إنه mustard gas has the ability to make a bone marrow suppressions. Then بال 1950 استخدموا mustard gas أو 1960 استخدموا mustard gas with other chemotherapeutic agent for the treatment of Hodgkin lymphoma. وهذا الحكي صار in the United States. As well as بال 1950 اكتشفوا على انه الفوليك اسيد نفسه بيزيد الاكتيفيتي اوف ذا كانسر سيلز. لذلك صاروا يستخدموا فوليك اسيد انتاغونست in order to make preventions of the growth of these cancer cells. هيك تقريبا يعني the approach of the developmental approach of the chemotherapeutic agent. هلا in these days الكيموثيرابيوتيك agent has a lots of types. لكن المودز اوف ذا تريتمنت اللي انا بستخدم فيها الكيموثيرابيوتيك ايجنت ممكن تكون الكيموثيرابي از ذا اونلي تريتمنت. هاي مسميها برايمري كيموثيرابي وهي يوجوالي يوزد فور ذا هيماتولوجيكال مالجنسي سواء كان لوكيميا اند ليمفوما. ما بعمل انا سيرجري لليمفوما تو كيور ذا بيشنت, بعطيه خلص كيموثيرابي اند ذا كيموثيرابي از ذا اونلي تريتمنت. ليك مسميها برايمري ابروتش. او ممكن استخدم الكيموثيرابي وذ راديشن أو ممكن أستخدم الكيموثيرابي with surgery. إذا استخدمنا الكيموثيرابي مع surgery خاصة after the surgery بنسمي this approach adjuvant chemotherapy. إذا استخدمنا الكيموثيرابي before the surgery بنسميها new adjuvant chemotherapy. Usually we use it before the surgery in order to decrease the size of the mass حتى يصير resections أسهل على السيرجن والsuccess rate للoperation أعلى. أو ممكن أستخدمها as a concurrent chemotherapy. Concurrent means إنه I use the chemotherapy with radiotherapy in order to increase the success rate of the or the sensitivity of the cancer cells للراديوثيرابي. For examples, يعني مستخدم مثلاً ال 5 fluorouracils مع radiotherapy للhead and neck surgery, something like this, or head and neck tumors.
هلا in order to know what are the classes of the chemotherapy لازم يكون انت عندك معرفه انه شو مو الكلاسز او شو مو الستيجز اوف ذا سيل جروث اند سيل مايتوسيس. كلنا بنعرف انه السيلز تيصير لها مايتوسيس اند ريجينيريتنج سيلز لازم تدخل بمالتيبل ستيجز اوف ماتوريشن. اول ستيج كان جي 1 بصير فيه ريبليكيشنز لكل البروتينز للسيتوبلازميك اورجان انسايد السيلز ما عدا الدي ان اي. بعدين تدخل بالاس فيز, الاس فيز بصير في هناك ريبليكيشن للدي ان اي انسايد السيلز واند ريبليكيشن للكروموسومز انسايد السيلز اند افتر ذات او دوبليكيشن للكروموسومز انسايد السيلز اند افتر ذات السيلز ويل انتر انتو جي 2 بنش فيه هنا الدبل تشيك على الجينوم اوف ذا سيلز, وهون اللي بيكون يوجوالي لاست بالكانسر السيلز. لكن بالنورمال سيلز الجي 2 از ذا موست امبورتنت ستيب. And after that, بلش عندك الميتوسيس, والميتوسيس نفس الشيء له مالتيبل ستيجز او مالتيبل فيزز اللي هي بروفيز, بروميتافيز, الميتافيز, الانافيز, something like this. يعني هي I guess you know this topics من 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 الجينيتيك والامبريولوجي. ليش بيهمني انا تعرف المعلومه هاي؟ مشان تعرف انه في عندي انا مالتيبل كلاسز اند مالتيبل فاميليز اوف او lots of chemotherapeutic family, وكل فاميلي بتشتغل على one phase in the cell growth phases. هلا for example على الميتوسيس phase في عندي الالكالويد materials, على ال G1 phase في عندي for example الاسبروجينيز وهي anti-neoplastic enzymes, على الاس phase في عندي الفوليت antagonist as well as purine analogs والpyrimidine analogs something like this, على ال G2 في عندي for example الابيدوفيلوتكسنز derivatives في عندي as well as topoisomerase type 2 something like this. Wherever, مش مطلوب منك انك تحفظ هاي الشغلات, وانا مطلوب منك انك تحفظ what are the classes of the chemotherapeutic agent just to know it, ولا حتى مطلوب منك تعرف what are the side effects which are specific to each chemotherapeutic agent. No. هلا the future trends of the chemotherapeutic agent مثل ما حكيت لك في شيء مسميه الجين ثيرابي. حاليا صار صرنا نعالج the genes which is responsible for that form of cancers بعد ما نعرفه طبعا, as well as في شيء مسميه to stimulate the immunity of the patient against his cancer cells by giving him شيء مسميه tumor vaccine. The tumor vaccines هون بتعمل stimulation of CD4 cells against special antigens موجود فقط على cancer cells. It is also a future trend. وفي عليه حكي كثير, وممكن يكون it is the curative أو هو العلم اللي إحنا مستناه to cure the patient from the cancers in your in the future. Nanotechnology as well as is an advancing حاليا is still under research. النمبر اوف ريسيرش كان بال 2003 بلشت الريسيرش على النانوتكنولوجي بال 2003, وبلش after that the tremendous increase in the evolution of the nanotechnology and its research and how we can use it in the treatment of cancer cells. فيها يعني طريقة معينة وapproach معينة وثيرة معينة, برضو مش غلط إذا أنك مهتم بالموضوع هذا to study about it. هلا response للcancer cells للكيموثيرابي بيعتمد على نوع الكانسر نفسه, وفي 3 categories رح نحكي عنهم إن شاء الله later on. Usually these categories هم اللي بيحددوا لي إنه these kind of the cells are responsible to cancers or not. لكن أنا كيف بدي أعرف أو كيف بصنف الـ classification of the response؟ بصنفه إلى 3 or 4 categories. إما بصير عندي partial response إنه size of the cancer تشو أقل بمقدار 50% after the initiation of the chemotherapy, بسميه complete response يعني كل الـ cancerous material disappeared. The progression of the disease despite of the chemotherapeutic approach معناه أنه عم بيزيد عندي حجم الـ cancerous more than 25% from its baseline. As well as MCME stable disease. Stable disease يعني ما تغير إشي على الـ cancer cells, ما تغير إشي على size of the cancerous tissue. These are the kinds of the types of the responses. هلا فين the special form of cancers which are the least responsive to chemotherapy. Those cancers, for example, esophageal, gastric cancer, colorectal cancer, liver cancer, hepatomas, renal cell carcinoma, non-small cell lung cancer. Lung cancers بتنقسم إلى small cell lung cancer and non-small cell lung cancer. Small cells, lung cancers, are more responsive to chemotherapy. Melanoma, one of the worst cancers ever, which is also the least one sensitive to chemotherapeutic agent, like also sarcomas. هلا شو اللي بيحدد انه this kind of cancer is highly responsive and the other form of cancers is not responsive. These are the factors اللي بيحددوا response of the cancers او الكانسر تشو للكيموثيرابي. اول واحده بنسميها cell cycle time. Cell cycle time means انه rapidity of duplication او rapidity of the growth of the cells. ثاني فاكتور بنسميه
اللي هي الجروث فراكشنز. If growth fraction means إنه how many numbers of these tissue cancerous cells أو number of these cells الموجود بهذا التشيو اللي they are replicating. كل ما بزيد number of these cells in this cancerous tissue كل ما كان الجروث fraction of the cancer أعلى. آخر شغلة شو مسميه اللي tumor burden. Tumor burden معناها total size of the cancerous tissue. كل ما بزيد tumor burden كل ما بقل ال effect of the chemotherapy على هذا التيومر. واضح يا جماعة؟ These are the main factors. هلا أنا قبل ما أعطي مريضي كانسر أو قبل ما أعطي الكانسر بيشنت أو قبل ما أودي لأي treatment approach I have to know شو الـ performance status للمريض. هلا الـ performance status للمريض منقسم لأي مريض إلى تقريبا 5 categories على حسب الـ performance status من category 0 إلى category 4 باستخدام certain scales بنسمي هذا السكيلز Eastern Cooperative Oncology Group اللي هي الـ ECOG أو ECOG classification of the patient. مريضي بسميه ECOG 0 إذا كان normal and he is normal active patient without any symptoms from his cancer. هاي بسميه ECOG 0. هلا ECOG 1 إذا مريضي كان has a symptoms for the cancer لكن is fully ambulatory بس اللي heaviness أو strenuous activity it might limit his activity فقط. هذا بسميه stage 1. 2 المريض صحيح ambulatory لكن more symptomatic from the cancers بضل more than 50% of his daytime outside his bed. Stage 3 more than 50% of his daytime is inside the bed يعني دائما تعبان ونايم أكثر من 50% من وقت اليوم تبعه. و status 4 أو BS4 اللي performance status 4 معناها أنه patient is a bedridden patient بيقدرش يتحرك من السرير. According to the performance status, مع types of his cancer, مع the quality of the patient life, مع the future of the patient, هذول كلهم نجمعهم بمعادلة مشان نعرف. والله هذا المريض نبلش له curative treatment, نكون aggressive in his management, in our management, أو فقط palliative treatment. Palliative معناه أنا أعطيه management للsymptoms. إذا عنده pain, أعطيه for example opioid to control his pain. Something like this. الموضوع شوية معقد. والtreatment للcancerous patient مش decision from one physician فقط. مش والله الدكتور الفلاني هو دكتور الأورام اللي بيعالج هذا المريض خلاص الديسيجن إله. Usually they are a committee in the hospitals. أو مسميها احنا مسميها team work committee. الكوميتي هاي بيكون فيها surgeon, radiotherapist, oncologist as well as internal medicine وممكن نحتاج إلى cardiovascular أو cardiologist in this team in order to judge والله الكارديك ستاتس لهذا المريض تتحمل الكيموثيرابي or not. وبعدين بيطلعوا بديسيجن والله نعالج هذا المريض aggressively ولا نعالجه مثلا for a palliative approach something like this. بيهمني هلا تعرف من المحاضرة هاي what are the side effects of the chemotherapeutic agent. The most common side effect هي النوزي والفوميتك. في عندي other side effect yes. في عندي loss of hair. في عندي loss of the mucous membranes everywhere in the body. بالجي اي بصير عندي patient diarrhea. In the anal area بصير عندي perianal pains. ممكن نزيد risk of the perianal infections and perianal abscesses for example. على البلادر ممكن يصير عندي patient cystitis. على الجونادز للميل والفيميل ممكن يدخل patient بinfertility and sterility. على البون ممكن يعمل نفس الشيء osteopenia and osteoporosis. على الليفر نفس الشيء it has a hepatitis effect. على الهارت cardiotoxicity effect ممكن يدخل المريض في عند special form of the chemotherapeutic agent بدخل المريض بcardiomyopathy and heart failure. على اللنجز ممكن تعمل pulmonary fibrosis. على البون مارو نفس الشيء ممكن تعمل myelosuppressions. هلا myelosuppressions over the bone marrow بدخل البيشنت ب weak immunity خاصة إذا كان total number of his neutrophil is very very low. إذا بقل total number عن 1000 of the neutrophil count إحنا بحكينا لكم قبل هيك إن ال white cell count بنقسمه إلى 4 أو 5 different types. واحد من هذول الأنواع هي النيوتروفيل. أنا كيف بدي أعرف التوتال نمبر أوف ذا نيوتروفيل؟ بشوف قديش نسبة النيوتروفيلز الموجودة عندي بضربها بالتوتال وايت سيل كاونتس. يعني فور إكزامبل إذا كان وايت بي سيز عندي 10,000 لهذا المريض النيوتروفيلز كانت بس 10% أضرب 10% بال 10,000 بعطيك إنه التوتال نمبر أوف ذا نيوتروفيل إن ذيس بيشنت is just 100 معناه مريضك is severely neutropenic. إذا بقل total number of the neutrophil عن 1000 this means it's a neutropenia. إذا كان البيشن عنده neutropenia and he is febrile يعني temperature تبعته more than 38 or more than in two different occasions or more than 38.5 in one occasion هذا الكونديشن بنسميه febrile neutropenia وهي واحدة من ال oncological emergencies. I have to admit this patient لازم أدخله هذا المريض لما ندخله على المستشفى بنعزله بغرفة لحاله بنقلل
عدد الزوار من نوع الزيارة لهذا المريض. الفود اللي بدخل على غرفة المريض لازم يكون well cooked meals، ممنوع المريض حتى يأكل خضرة مش مطبوخة، يأكل فواكه مش مطبوخة، it's forbidden. الwater اللي بدخل على المريض لازم يكون well sterilized water. غرفة المريض اللي احنا بندخله فيها ممنوع يكون فيها مثلا نبات لأنه أو أي materials ممكن هاي الماتيريال تجمع، for example molds يعني fungal infections, it is increase the risk for fungal infection لهذا المريض for example. بلس انه حتى الستاف الميديكال ستاف المسؤول عن علاج المريض بيكون ريستريكتد، ممنوع يدخل عليه اكثر من دكتور واحد باليوم، اكثر من ممرض واحد باليوم، something like this. بلس انه we have to start the patient على broad spectrum antibiotic as soon as possible. broad spectrum antibiotic means انه الانتيبيوتيك اللي بيغطي الجرام نيجاتيفز، بيغطي الجرام بوزيتيف، بيغطي انيروبيك، something like this. في ابروتش ثاني in the treatment of the fibrinated neutropenic patient، هو واحده من ال very serious complication للكيموثيرابي او حتى للراديوثيرابي. النوزي والفومتينج حكينا لكم it's the most common side effect for any chemotherapeutic agent. بلس الدياريا، الدياريا it is the second most common chemotherapeutic agent complications. هلا this is for example a picture for mucositis كيف بصير عند the tongue of the patient. هنا after aspiration secondary chemotherapy this is what we call it oral thrush، هي الكانديديال انفكشن سكندري للاميون سبريشنز اللي بدخل فيه البيشنت افتر ذا كيموثيرابيوتيك تريتمنت. ذيس از ذا الوبيشيا سمثينج لايك ذيس. اني كويستشن يا جماعه؟ اني كويستشن؟ يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم. يوجوالي بشهر اثنين بالعاده باربعة اثنين من كل سنه هو اليوم العالمي للكانسر. أي سؤال يا جماعة على المحاضرة؟ هلا إذا ما في أسئلة الله يعطيكم العافية. وصلتكم المحاضرة هاي؟ أنا بعثتها للدكتورة مريم، وصلتكم؟ محاضرة البلد ترانسفيوجن نفس الشيء بعثتها للدكتورة مريم، وصلتكم؟ وصلت. دكتور يلا يا جماعة بأمان الله، يعطيكم العافية.